السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء حارة ورطبة نسبياً خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وأيضاً أعزائي المشاهدين، الرطوبة النسبية مستمرة معانا حتى مساء اليوم، ولكن مع تحول الرياح إلى شمالية غربية صباح الغد نتوقع عودة الأجواء الجافة إن شاء الله، وتخف الرطوبة النسبية تدريجيا. درجات الحرارة الصغرى المسجلة لهذا اليوم تفاوتت ما بين 23 إلى 30 درجة مئوية. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت، أجواء حارة ورياح شمالية شرقية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 37 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 27% في مدينة الكويت، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صور الأقمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، ولكن متوقع عبور لبعض السحب العالية مساء اليوم، وتتأثر دولة الكويت امتداد منخفض جوي مؤثر علينا وراح يستمر معانا خلال 48 ساعة القادمة. ليلة أجوانا معتدلة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية إلى متقلبة الاتجاه تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت قد تصل إلى 27 درجة مئوية. في مساء الغد أجواء حارة وجافة واستمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدل السرعة تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 41 درجة مئوية. لاحظ أعزائي المشاهدين انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية، من المتوقع استمرار الرياح الشمالية الغربية خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة جيدة لممارسة أي نشاط بحري، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر إن شاء الله في الساعة 4:26 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:44 دقيقة، بالنسبة لغروب الشمس الساعة 5:25 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله أجواء حارة وجافة خلال فترة النهار، ولكن راح تكون معتدلة في خلال فترات الليل المتأخرة. ونلاحظ أعزائي المشاهدين درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية، واستمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل نتوقع نشاطها على فترات قد تصل سرعتها إلى 42 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة في الأيام المقبلة متفاوتة ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية، وقد تقل عن ذلك في المناطق الصحراوية الزراعية من دولة الكويت ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم. Thank you.